إذا متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة فريق مولودية بالسيمان في مواجهة فريق الترجي. لحد الساعة المقابلة هي صفر مقابل صفر، كنا الشوط الأول من المقابلة متابعين. إذن حارس المرمى كان في المكان المناسب. إذا تماس صالح فريق الترجي السليماني. إذا نلعب الشوط الأول من المقابلة متابعينا الكرام. في بث مباشرة من مدينة بن سليمان. إذن كرة جميلة جميلة ولكن مرة بعيدة عن مرمى ملعب فريق المولودية. إذن كنشاهدوا معنا كانتاج مقوية فريق الترجي السليماني. إذن لحد الساعة المقابلة صفر مقابل صفر، كنلعبو الدقيقة خمسة دقائق الأولى، دقيقة خمسة من الشوط الأول من المقابلة. لحد الساعة التعادل السلبي بين الفريقين.
كنتمنى المقابله انها تزاد شعل اكثر المتابعين الكرام باش يشوفوا كره قدم حقيقيه متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام كنشاهدوا أن فريق مولودية بن سليمان فكيحاول أنه يباغت الفريق آخر فريق الترجي. إذا اللاعب القرواني كيتمكن من المراوغة متابعينا الكرام. إذا الكرة بدون عنوان متابعينا الكرام. إذا فريق مولودية بن سليمان إذا تماس إذا الحكم يعلن عن تماس متابعينا الكرام. إذا مقابلة قوية كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان من ملعب البلدي لمدينة بن سليمان فريق الترجي في مواجهة فريق مولودية بن سليمان. إذا ديربي سليماني كروي بامتياز كنتمنوا الفوز للفريق الأقوى متابعينا الكرام. إذا كنلعبوا الشوط الأول من المقابلة كرة جميلة. إذا هجمة الآن هجمة الفريق الترجي ولكن كيتمكن منها الدفاع ديال المولودية. إذا كرة مباشرة للتماس لصالح فريق الترجي الرياضي. إذا الحكم كيعلن على كنظن تماس يعني كيوجه فقط كيوجه انذار شفوي للاعب. اذا تماس لصالح فريق الحكم كيعلن على اعاده التماس.
إذا الحكم كيطلب تغيير الكرة. متابعينا الكرام، الحكم كيطلب تغيير الكرة، إذا كتستأنف المقابلة الآن. إذا فريق الترجي كيقوم بهجمة في هذه اللحظات، لكن فريق المولودية كيبعد الخطر، كترجع الكرة. إذا الحكم كيعلن على ضربة خطأ أو كيون نافو لفريق لصالح فريق مولودية بن سليمان. كنلعبوا اجواء الشوط الاول من المقابله، كره جميله. اذا اللاعب كيحاول انه ياخذ ضربه جزاء، ولكن الحكم لم يعلن على اي شيء. اذا المقابله لازالت. اذا تماس لصالح المولوديه. إذا الحكم كيطلب من الطاقم الطبي أنه يدخل الملعب. إذا متابعينا الكرام، لازالت المقابلة لحد الساعة هي صفر مقابل صفر. إذا هجمة لصالح فريق ترجي. إذا اللاعب القرواني يشبك بالكرة، لازالت. إذا تسلل. إذا لحد الساعة المقابلة مازال ما وصلتش، الميديا ديالها مازال ما وصلتش. كنتمناو ارتفاع أكثر، مازال كنتمناو المشاهدين الكرام أن المقابلة تزاد تزير شوية أكثر. إذا هجمة خطيرة، هجمة خطيرة وضائعة، كانت قريبة من التسجيل، كانت قريبة من التسجيل المتابعين الكرام. كانت هجمة خطيرة متابعينا الكرام. إذا
كتستأنف المقابلة في هذه اللحظات؟ إذا كنلعبوا متابعين الكرام الدقيقة، الآن كنلعبوا الدقيقة بالضبط الدقيقة 16 ربع ساعة الأولى من المقابلة. إذا متابعينا الكرام الآن كتلعب كرة الوسط الميدان، إذا لحد الساعة المقابلة ليس مقابلة كتلعبوا 18 دقيقة من الشوط الأول من المقابلة، إذا كرة جميلة، كرة جميلة لصالح مولودية جبل سليمان. متابعينا الكرام إذا الحكم كيعلن على ضربة مرمى متابعينا الكرام في هذه اللحظات. إذا صراحة المتابعين الكرام مقابلة مشحونة بعد الشيء في هذه اللحظات. المتابعين الكرام كيشهدوا أن الجماهير ديال الفريقين بعد الشجارات اللي هي طفيفة. إذا الحكم كان ضربة خطأ، كنظن أنه غيوجه إنذار للاعب عبد الهادي عزيزة لاعب فريق الترجي الرياضي السليماني. كنظن أن غيوجه لكن إذا متابعينا الكرام لحد الساعة المقابلة هي التعادل السلبي بين الفريقين، فريق مولودية بن سليمان في مواجهة فريق الترجي السليماني. فالمولودية ذو اللباس الأزرق بين فريق الترجي السليماني ذو اللباس الأسود. متابعينا الكرام لحد الساعة المقابلة هي صفر مقابل صفر بين الفريقين. كرة طويلة لكن الدفاع كان في المكان المناسب. إذا هجمة مرتدة لصالح، لكن كيف تمكن منها المرتدة لصالح فريق الترجي. إذا كرة جميلة متابعينا الكرام لكن الدفاع في المكان المناسب. إذا ضربة خطأ لصالح فريق الترجي الرياضي. إذا ديربي سليماني بامتياز بين فريقين، فريق مولودية بن سليمان وفريق الترجي الرياضي السليماني. متابعينا الكرام فمقابلة صراحة مقابلة جميلة فيها ندية جميلة. إذا فريق المولودية في المكان المناسب. إذا هجمة مرتدة لصالح فريق المولودية. كنلاحظوا أن بعض الأخطاء على مستوى الدفاع لصالح فريق الترجي. إذا مقابلة مثيرة عند اللاعب عبد العزيز عند اللاعب القرواني. إذا صراحة مقابلة مغلقة بين الفريقين، يعني كل فريق يحاول أنه يسجل الهدف الأول، كل فريق يحاول أنه يسجل. إذا ضربة خطأ لصالح فريق الترجي، ضربة خطأ. إذا ضربة خطأ لصالح فريق الترجي الرياضي السليماني. إذا ضربة خطأ خطيرة وقريبة من معترك العمليات. إذا الحكم كيطلب من الحائط ديال الفريق أنه يكون في المكان المناسب. إذا ضربة خطأ خطيرة وقريبة من معترك العمليات.
إذا ضربة خطأ في هذه الأثناء، ضربة خطأ في هذه الأثناء كما كتشاهدوا معنا، لكن الحائط في المكان المناسب كتحول كرة الهجوم مرتد لصالح فريق المولودية. إذا فريق المولودية كيحاول أنه يبحث على الهدف الأول. إذا ركنية، إذا الكرة كتحول ركنية لصالح فريق مولودية بن سليمان. إذا ركنية الآن لصالح فريق مولودية بن سليمان. إذا ركنية في الأثناء متابعينا الكرام، ركنية صالح فريق مولودية بن سليمان. غتلعب الركنية الآن متابعينا الكرام، كرة عالية لازالت فريق المولودية هي المستحوذ الأول على الكرة. إذن الكرة كتحول مرة أخرى الركنية، ركنية لصالح فريق مولودية بن سليمان. إذا الركنية غتلعب الآن، غتلعب لصالح فريق مولودية بن سليمان. إذا كرة جميلة ولا هدف الأول، هدف الأول متابعينا الكرام، هدف الأول متابعي فريق أزرق فريق مولودية بن سليمان. إذا لحد الآن كتحول المقابلة بالضبط في الدقيقة 25 كيتسجل الهدف الأول ديال فريق مولودية بن سليمان. إذا الآن 1-0 تقدم الفريق الأزرق فريق مولودية بن سليمان بهدف. إذا هجمة مرتدة للفريق الترجي الآن وكرة خارج المرمى، حكم ضربة مرمى صالح فريق مولودية بن سليمان.
إذا متابعينا الكرام الآن غتسألنا في مقابلة. إذا كرة طويلة كرة جميلة متابعينا الكرام ضاعت كانت مهددة كانوا قراب يسجلوا الهدف الثاني متابعينا الكرام. إذا ضربة خطأ ثانية متابعينا الكرام كنظن أن الحكم غيوجه إنذار. إذا إنذار ضد فريق ضد اللاعب فريق مولودية بن سليمان. إذا ضربة خطأ قريبة من معترك العمليات. ضربة خطأ قريبة من معترك العمليات متابعينا الكرام. إذا متابعينا الكرام إذا كرة ضائعة 5 متر و50 لصالح فريق الترجي ولصالح فريق مولودية بن سليمان. إذا تماس صالح فريق مولودية بن سليمان. إذا فريق الترجي يبحث عن هدف التعادل كيبحث عن هدف التعادل بينما فريق مولودية يبحث عن هدف الثاني متابعينا الكرام. فريق المولودية يبحث عن تسجيل هدف الثاني بينما فريق الترجي يبحث عن هدف التعادل متابعينا الكرام. إذا كوكورا كتحول 5 متر و50 لصالح فريق الترجي الرياضي السليماني. ضربة خطأ ثالثة قريبة من معترك العمليات. إذا مقابلة مشحونة متابعينا الكرام مقابلة أصبحت قوية الكل يبحث عن الهدف. فريق مولودية بن سليمان يبحث عن الهدف الثاني لضمان
لضمان الفوز في المقابلة، بينما فريق الترجي يبحث عن هدف التعادل. إذن كنلعبو الدقيقة 32 من الشوط الأول من المقابلة، أقل من ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول. متابعينا الكرام، لحد ساعة المقابلة هدف لصفر، تقدم فريق مولودية بن سليمان بهدف لصفر. متابعينا الكرام، إذا لازالت المقابلة إذا 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول من المقابلة. إذا أقل من 10 دقائق متابعينا الكرام. سفيان خويا المولودية لحد الساعة فهي متقدمة بهدف لصفر. المولودية الآن متقدمة بهدف لصفر. إذا متابعينا الكرام، هجمة، إذا الحكم يعلن على ضربة خطأ لصالح فريق الترجي. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، لازالت المقابلة، المقابلة 1-0 بين الفريقين. إذا ضربة خطأ، ضربة خطأ قريبة من معترك العمل، ضربة خطأ خامسة على ما أظن متابعينا الكرام، ضربة خطأ الخامسة اللي ما كيتمكنوش
منها ما كيكونش منها فريق الترجي. إذن ضربة خطأ لصالح فريق الترجي قريبا من مشارك العمليات. إذن هجمة مرتدة، هجمة مرتدة متابعينا الكرام. لأن الكرة الحارس يوجه مباشرة إلى تماس، إذا الكرة في تماس الآن. إذا نذكركم بالنتيجة متابعينا الكرام، الفريق الأزرق متقدم بهدف لصفر، تقدم فريق مولودية بن سليمان بهدف لصفر ضد فريق الترجي الرياضي السليماني.